قوله عز وجل قل هذه سبيلي، قل الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه اسم الإشارة يرجع إلى طريقته وإلى ما هو عليه من هذا الدين. وقوله سبيلي يعني طريقة ومنهج، ما طريقته وما منهجه؟ أدعو إلى الله. يستفاد من هذا أن من أصول طريقته ومن أسس منهجه عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يظن ظان ممن سار على طريقته عليه الصلاة والسلام أن يكون بمنأى عن الدعوة إلى الله عز وجل، فمن سار في هذا الطريق النير وذاق ما ذاق من الخير عليه أن يبلغ هذا الخير، كل على حسب اجتهاده وكل على حسب علمه. قال عليه الصلاة والسلام وكما في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية. فما يجب على العالم الراسخ في العلم لا يجب على من هو دونه، وهلم جرى في درجات الناس.